مرحبا بكم إلى حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، الحوثيون يمحون صور قصات الشعر الحديثة من صالونات الحلاقة. مسؤول أمني في عدن: اتفقنا على إرسال الدراجات النارية خارج اليمن وتعويض ملاكها. وفي الصحافة العربية، تتحدث عن فتاة يمنية تلعب كرة القدم في مدينة تشهد معارك يومية. الأخبار القادمة من صنعاء تبعث الحزن والضحك في آن، لكنها تؤكد جميعها الرغبة في تحويل المجتمع وتغيير طريقة حياته ليصبح التطرف نهجا مقدسا، وآخر ما جاء من هناك نشره موقع المشاهد نت. الحوثيون يطمسون صور قصات الشعر الحديثة لتعجيل النصر. وقال مالك صالون حلاقة بصنعاء إن مسلحين ببزات مدنية وعسكرية داهموا محله الخاص وأزالوا صورا لقصات شعر عصرية. لم يستوعب مالك صالون الحلاقة السبب قبل أن يبادره أحد المسلحين: لماذا تعرضون هذه الصور المخلة بعاداتنا وتقاليدنا؟ سألتهم لماذا أغطيها؟ رد أحدهم: تكلم بأدب، غطها أو سنغلق المحل، هذا حرام. وشنت جماعة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة حملة أمنية في العاصمة صنعاء لإزالة وتغطية صور رجال بقصات شعر حديثة بذريعة أنها مخلة بالأدب وسببا في تأخر النصر الإلهي. يقول يمنيون الموقع إن هذه الإجراءات لا تختلف عن تلك التي اتخذها تنظيم القاعدة خلال سيطرته على مدن ومناطق واسعة جنوبي وشرقي اليمن في العام 2015. متى يتوقف إذلال اليمنيين؟ لا أحد يمتلك الإجابة، لكن الأكيد أن دوامه مستحيل. قوة الحوثيين الحالية لن تستمر إلى ما لا نهاية. يحكم الحوثيون اليوم بالوطش، كل من يجرؤ على رفع الصوت ضدهم يكون مصيره السجن، وتهم عديدة وجاهزة وأولها العمالة للعدوان، كما كل الأنظمة القمعية والديكتاتورية. هذا ما كتبته الصحفية اللبنانية جمانة فرحات مضيفة في مقال نشرته العربي الجديد. في بلد يئن سكانه تحت وطأة الفقر، لا يجدون وجبة طعام واحدة في اليوم، ويعتمدون على ما يوزع عليهم من مساعدات إنسانية وتغرقهم الديون، وفي بلد تنتشر فيه الأوبئة والأمراض، اختار الحوثيون فرض التعامل بعملة إلكترونية. ما يجري لا يستدعي السخرية فقط، لأن هناك من يدفع ثمن هذا الخبث من المواطنين الأشد هشاشة وتهميشا. أقل ما يقال عن هذا الفعل أنه فجر في البلطجة. من الخطأ الاعتقاد أن هدف الحوثيين فقط كسر قرار شرعية الغارقة في أزماتها، والتي لا تقل مسؤوليتها عن معاناة اليمنيين عن التي تتحملها الجماعة. كما أنه ليس من بين أهداف الحوثيين مواجهة الفئة الجديدة من العملة، بل على العكس، هم معنيون ويريدون جمع أكبر عدد منها، لأنهم شاءوا أم أبوا سيضطرون إلى التعامل بها عند شرائهم المشتقات النفطية من محافظة مأرب الخاضعة لسلطة الشرعية والتي تلتزم بقراراتها، ما في ذلك التداول بالفئة الجديدة. الحوثيون الذين يعيشون منذ سيطرتهم على صنعاء ومحافظات شمالية كثيرة، فأيضا في القوة، يجعلهم يتصرفون كأنهم في معزل عن البيئة التي يوجدون فيها. يتعاطون مع اليمنيين على أنهم غارقون في نعيم الجماعة لا جحيمها، بعدما كانت سببا في حرب ممتدة منذ سنوات دمرت البلاد ولم تترك بيتا إلا فيه قتيل أو جريح أو سجين أو أسير أو مختف قسريا، وأنهكتهم بعدما كانت سببا في انقطاع رواتبهم وفي إذلالهم، وذلك كله غير كاف لهم. في الحقيقة يريد الحوثيون نهب اليمنيين حتى آخر رمق، وهم في ذلك لا يقلون سوءا عن التحالف السعودي الإماراتي، بل يتقاطعون في كل تصرفاته مع أهدافه. طرفان لم يجن منهما اليمنيون إلا المصائب والموت والدمار. مشكلة الحوثيين كما أي ميليشيات عسكرية تتضخم في توسعها، أنها تعيش اليوم في فقاعة من الوهم، وهم القدرة على الاستمرار في هذا النهج المدمر والمذل لليمنيين. مئات الدراجات النارية التي تمت مصادرتها في العاصمة المؤقتة عدن، ما هو مصيرها وأين هي الآن؟ موقع عدن الغد نشر تصريح لقائد حزام المنصورة بهذا الشأن، حيث عنون الموقع: هذا مصير الدراجات النارية الآن، وهكذا اتفقنا مع التحالف حولها. وقال قائد قطاع قوات الحزام الأمني في مديرية المنصورة النقيب كمال حالمي في حلقة نقاشية نظمها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء،
إن الحديث عن نقل الدراجات النارية خارج عدن غير صحيح، وهي متواجدة في أحد المعسكرات بعدن. وبين الحالمي أن لقاء جمع القيادات الأمنية بالعاصمة عدن يوم أمس مع قيادات التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية، وتم الاتفاق على دفع مقابل مالي لكل صاحب دراجة نارية، وسيتم إخراج الدراجات النارية بعدها بإشراف التحالف إلى خارج اليمن. ممارسة أخرى يقوم بها الحوثيون في محافظة البيضاء، وهناك يتجهون لحرمان النساء من التعليم. ووفقا لصحوة نت، معلمات البيضاء ينددن بالممارسات الحوثية المتطرفة تجاه تعليم الفتاة. ونظمت بساحة المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء وقفة احتجاجية نسوية رفضا للممارسات الميليشيا الحوثية المتطرفة تجاه تعليم الفتاة بالمحافظة. وفي الوقفة عبرت المحتجات عن رفضهن لما تقوم به الميليشيا الحوثية من ممارسات تعسفية متطرفة بحق معلمات ومتدربات محافظة البيضاء، تهدف إلى منعهن من تلقي المهارات والمعارف البرامج والدورات التدريبية التي تساعد في العمل على محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم. وكانت الميليشيا الحوثية الانقلابية بمحافظة البيضاء قد أقدمت بقيادة أحد مشرفيها وبصحبته دوريات عسكرية على اقتحام المعهد العالي بمدينة البيضاء ومنع إقامة دورة تدريبية للتوعية بأهمية تعليم الفتاة. وقال مصدر تربوي إن الدورة ممولة من برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكانت ستقام في المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء لمدة 3 أيام، لكن الميليشيا منعت إقامة الدورة بقوة السلاح بحجج واهية ومتطرفة، منها أنه يمنع الدورات التي تشارك فيها نساء. أنظمتنا والتعديل الجيني تحت هذا العنوان، كتبت رشا عمران مقالها المنشور في صحيفة العربي الجديد، وقالت في أجزاء منه: نحن سكان بلاد العرب لدينا طبيعة رائعة ومناخ مثالي ومتنوع، وقادرون على التكيف وعلى تحمل شظف العيش من دون طفرات جينية. لا نحتاج شيئا ربما سوى أن تخصنا الطبيعة بما يجعلنا نتكيف مع وسائل الموت والتعذيب والإجرام التي يخترعها حكامنا أو يستوردونها ليجربوها علينا. فمثلا يجب أن تحدث طفرات جينية لنا تمكننا من احتمال أثار الأسلحة الكيميائية التي تستخدمها أنظمتنا ضدنا من دون أن نموت اختناقا، ويجب أن نتمكن جينيا من احتمال التعذيب في المعتقلات من دون أن نموت أو نتشوه، ويجب أن يحدث لسلالتنا تطور ما يمكنها من الصمود أمام قذائف الموت وبراميل المتفجرات وقنابل الحرق التي تتسلى أنظمتنا بإطلاقها علينا، ويجب أن يحدث لأجسامنا ما يجعلها تتحمل الجوع والعطش أشهرا طويلة. فإذا ما خطر لحكامنا حصارنا لن نكترث بذلك، ويجب أن تمنحنا الطبيعة قدرة القفز كالغزلان كي نستطيع الهرب بعيدا والنجاة بحياتنا، فيما لو سقطت قذائف دمرت بيوتنا فوق رؤوسنا. ويجب أيضا أن تعطينا الطبيعة غلاصم السمك كي نتمكن من السباحة مسافات طويلة في عمق البحر نجاة بأرواحنا، أو تعطينا ذاكرة السمك كي ننسى ما نحن فيه، أو ربما تصيبنا جميعا نحن سكان هذه المناطق المنكوبة بالزهايمر كي لا نتذكر من حياتنا سوى أيامنا القديمة. على الطبيعة أن تطورنا بحيث نصبح سوبرمانات أو نملك صفات الرجل الأخضر هالك أو هرقل أو شمشون. يجب أن تفعل الطبيعة بنا شيئا لنحتمل أو ننتصر على ما ابتلتنا هي به من وجود في مجتمعات تحكمها أنظمة على هذا القدر من الإجرام والتسلط والثبات، بحيث تكون نتيجة التفكير باستبدالها هي ما نراه منها من الإجرام والعنف. تتعامل الحياة معنا كما لو أن أنظمتنا ظواهر طبيعية قدرية. خبر مختلف نطالعه من محافظة الحديدة، خبر ليس له علاقة بقصف صوامع الغلال وقصف الأحياء وزراعة الألغام وحفر الخنادق، لكن وسط هذه الفوضى كلها هناك فتاة تمارس هوايتها المفضلة، وقد تحدثت عنها صحيفة العربي الجديد. رانيا القباطي أول لاعبة كرة قدم في اليمن. تقول الصحيفة إنه في شوارع وأزقة اليمن المدن اليمنية الذكور يلعبون كرة القدم، أما الإناث فتقتصر ألعابهن على تصفيف شعر العرائس القطنية، فيما لا تكشف كثيرات عن مواهبهن نظرا للأعراف الاجتماعية. غير أن الطالبة اليمنية رانيا القباطي تمكنت من تحدي التقاليد الاجتماعية وتحقيق حلمها في ممارسة رياضتها المفضلة كرة القدم، وحصدت المركز الأول على المستوى المحلي في مدينة الحديدة.
تقول راني القباطي العربي الجديد: بدأت لعب كرة القدم منذ صغري، وكنت أمارسها مع والدي الذي شجعني وما زال يلعب معي حتى اليوم. أما علاقتي بالتنس فبدأت منذ 3 أعوام، وتروي: في بداية لعبي لكرة القدم واجهت صعوبات عديدة ونظرات استهجان وانتقادات من الأولاد في المدرسة، كانوا يرفضون اللعب معي لأني فتاة. وتوضح القباطي أن الرياضة بكل أنواعها ليست حكرا على الذكور فقط، بل هي من حق الجميع، مشيرة إلى أنها تمكنت بفضل إصرارها وعزيمتها من المضي قدما وحازت على تشجيع الجميع. مدرستي جعلتني أشارك في مسابقات ووفرت لي الدعم الكافي، وكان ذلك حافزا لي في حصولي على المركز الأول على مستوى المحافظة. من ناحيته يتحدث المعلم محمد زين العربي الجديد، وهو مسؤول الأنشطة المدرسية حيث تتابع القباطي دراستها، أن رانيا شغوفة بلعب كرة القدم منذ أن كانت في الصف الرابع حتى اليوم، تلعب باستمرار وتمتلك موهبة كبيرة ومميزة، وهي متفوقة في دراستها وتحصل على المرتبة الأولى. عن اجتماع عقد في صنعاء لما يسمى حكومة الحوثيين خصص لمناقشة خطابات عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيا، كتب يحيى الثلاية في الموقع بوست مضيفا: مجلس وزراء الحوثي في صنعاء يعقد اجتماعا مهما وموسعا لمناقشة الهوية الإيمانية التي تحدث عنها عبد الملك الحوثي قبل أسبوع وترجمت إلى قرارات على الأرض. الاجتماع الذي حضره بن حبتور ونوابه كان برئاسة شمس الدين شرف الدين مفتي الحوثيين، والذي تحدث عن ربطات البلطوهات وخطورة الانفتاح على آخرين، وجه بالتزام الهوية الإيمانية التي يريدها السيد عبد الملك وإعطائهم مجموعة من التوصيات. كلمة السر التي أرادها عبد الملك وأبناء عمومته الذين احتشدوا فجأة تحت دكان الهوية الإيمانية هي ما قاله مفتي الجالية: الهوية الإيمانية لا تفترق عن الهوية الوطنية، وضرورة حفاظ المسؤولين على هويتنا التي لم تنفصل عن الهوية اليمنية. تخلى عبد الملك مؤخرا عن مصطلح المسيرة القرآنية وبدأ يلوك حديثه عن هوية أخرى. يدركون جيدا أن المصطلحات والأسماء والمناسبات التي ظلوا يمدحونها الفترة الماضية صارت تثير تحسس الأمة الإيمانية وتجلب اللعنة لهم ولتاريخهم الملطخ بالسوء. لسان حال كل اليمنيين يصرخ في وجوه الحوثيين: كفرنا بكم وعرفنا دسائسكم وتلونكم تاريخيا وفكرا وشخوصا ومستقبلا، وندرك أن اليمن والإمامة ضدان لا يجتمعان. انزعاجهم من الصحوة اليمنية يؤكد ما قاله الشهيد الزبيري: لا يطيقون اسم اليمن وهويته وحضارته إذا جاءت في معرض الاعتزاز والتمجيد لليمن. انتهى اجتماع المفتي بحكومة الهوية الإيمانية باستعراض خطة أسبوع الشهيد القائد حسين المؤمن. حذر علماء الفلك من أن إطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية يهدد قدرتهم على رؤية الفضاء والكون، وعنون موقع البي بي سي: الأقمار الاصطناعية تهدد رؤية الكون. وقال الموقع إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل تبدأ حملة لإطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية الجديدة، مما سيتيح خدمة الإنترنت فائق السرعة. إلا أن الدفعة الأولى من هذه الأقمار الاصطناعية والتي أرسلت بالفعل إلى الفضاء عبر شركة سبيس إكس الأمريكية تؤثر على صور السماء في الليل، حيث تظهر الأقمار على شكل شرائط ساطعة بيضاء وتؤثر على رؤية النجوم. ويخشى العلماء من أن الحزم العملاقة من الأقمار يمكن أن تحجب في المستقبل صورة التلسكوبات الضوئية وتتداخل مع عمليات الرصد الفلكية التي تعتمد على استخدام موجات الراديو. وقال البروفيسور ديف كليمنت عالم فلك في كلية إمبريال كوليدج في لندن لبي بي سي: السماء في الليل متاحة للبشر، وما لدينا هنا هو مأساة تهدد ما لدينا. وتقول الشركات التي تطلق أقمار اصطناعية أنهم يعملون مع فلكيين لتقليل تأثيرها على رؤية الفضاء، وأن الهدف منها هو توفير إنترنت فائق السرعة بدلا من التقيد بالأسلاك والكابلات. توفر الأقمار الاصطناعية هذه الخدمة مباشرة من السماء إلى الأرض. ولإعطاء فكرة أفضل عن الأرقام، هناك 2200 قمر اصطناعي يدورون الآن حول الأرض، وبحلول منتصف 2020 قد يصل العدد الإجمالي في الفضاء إلى 12,000 قمر اصطناعي. تستخدمها دول الصراعات والحروب في إدارة المعارك، أما في الدول المستقرة فلها استخدامات أخرى، فالطائرات من دون طيار الدرونز تستخدم في خدمات غير القتل. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: راعي أغنام وظيفة جديدة للطائرات من دون طيار.
فمؤخرا استطاع مزارعون في نيوزيلندا وبريطانيا واستراليا تحويل تلك الطائرات الحديثة إلى رعاة أغنام، ووفقا للصحيفة لم ينظر هؤلاء المزارعون لتلك الطائرات على أنها لعبة، بل أداة يمكن أن تساعدهم في تربية الأغنام التي تأكل من المراعي، ويحتاج صاحبها إلى متابعتها والتأكد من عدم فقدان إحداها، وهو ما توفره درونز. ونقلت الصحيفة عن مزارع نيوزيلندي قوله إنه يستخدم تلك الطائرات مثل الكلاب في متابعة الأغنام، حيث إنه قام بتركيب جهاز به أصوات لنباح الكلاب تستخدم عند جنوح الأغنام عن الطريق. مزارع آخر قال إنه يستخدم الطائرات من دون طيار في متابعة الأغنام والغزلان والماشية لأنها موفرة للوقت، حيث كان يحتاج لأربعة أشخاص مع كلبين على الأقل، ولكن مع الطائرات يمكن الاعتماد عليها. وأضاف أن الكلاب لم تكن تحب الطائرات، لكن بمرور الوقت اكتشفت أنها تساعدها في عملها. صحيفة الجارديان بريطانيا تنشر عددا من الصور المتنوعة التي تغطي أحداثا من مناطق مختلفة شهدها العالم خلال 10 سنوات، نتابع بعضا منها. وفي آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتور التي تعبر عن قضايا عديدة، فلنتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتور نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.